عنصرية عند التونسي حاجة يشوفها بعينه ما يشوفهاش بعقله. عنصرية كان حاب نعرف عليها وحاب نحكي عليها مثالش. عنصرية هو اعتقاد وهو كحكيت بالعربية انه فما فرق بين الناس. الفرق ذايا باش تقولي شنية الحكي اللي تحكي فيها تقولي فما فرق؟ ليه فما فرق دي بحد ذات انك تعامل الناس بطريقة مميزة على اخرى وتعاملهم بطريقة مش متكافئة، هذا بحد ذاته تمييز عنصري اسمه، واللي قاعدين نعملوا فيه كل يوم في تونس. خرجنا وصحنا وعيتنا وتكلمنا نهار 1 ماي وقلنا اللي ما فهميش حاجه كيما هكا، اما خرجونا عباد وقالوا لنا شنو هي هالفتنه اللي تعملوا فيها وشنو هالشيء اللي تعملوا فيه راهي حاجه ما فهميش منها. ليه فما سيدي فما فتنه؟ انت قلت فما فتنه، ما فهميش فتنه علاش؟ خاطر اليوم ما خلقتش حاجه مش موجوده، وقت اللي هي حاجه موجوده وطرحتها باش ندافع عليها هنا اليوم باش نحكي ونوصل صوتي للعباد. ملا خلينا نغزلوا بهكا ومش هكا، خاطر في الاخر الكلنا نحسوا بهك. نيمتي جمعيه تخلق الطريق عفوي من توانسه كيفي كيفه يرفضوا العنصريه وكل انواع التمييز. نحن جروب بصغارنا بكبارنا بنسينا برجالنا نرفضوا العنصريه. اللي تعدى على امي اللي تعدى على مامتي ما نحبش ولادي يصير لهم نفس الحكايه. خرجنا لبرومي ماي والناس تفاعلوا معنا تفاعلوا مع هدفاتنا. حسيت نهارتها اللي القضية ذي نهار نجم نلقاو لها حل، اللي ولادي ولاد ولادي نهار ما عادش يصير لهم اللي صار اليوم لي مماتي. نحنا بصغارنا بكبارنا بيوتنا برجالنا متجمعين على حاجة واحدة كها نحبو تونس بخير. تحبوا نحكي لكم على ملامتي؟ أنا قالوا لي كي تحلم أحلم بالكبير، ملامة كبيرة وطويلة وعريضة وماهيش باش توفى اليوم، صعيبة شوية ممكن. نامتي تولدت من فكرة، تولدت من حالة غضب نتاع تونس كاملة. كنا تونس تبني، علاش ما نبنيوش الناس الكل؟ كل حد بمنامته، كل حد بالحاجة اللي ينجم يعملها ويعرف يعملها. إي سي كوم سا كو منامتي أ كومونسي. منامتي فيها دو فينومين وي فو كونستخويغ إي أو كونتخيغ دي كونستخويغ. هد وتبني. انستالي إي ديزانستالي. أبخوندر إي ديزابخوندر. هذا الكل باش ننظفوا شويه الدنيا ونعملوا تونس جديده بالي جولي. توت فورم دو ديسكريميناسيون بدات بثلاثه من الناس، حكينا برشا ما تفهمناش وتفهمنا، ومن بعد من انت كبرت، اما كبرت بتونس بالوانها الكل. عاد تو تشوفوا الكل ما شاء الله، لا تلقى ما تلقاش كان لك البركه ولا الاسود بركه كيف ما يقولوا. يا دي ميتيس يا دي بلان يا دي نوار، لو كان فما دي ازياتيك مرحبا بيهم. يا دي كريتيان يا دي مسلمان. هذيك هي منامتي الكبيره، تونس كيما نشوفوها كيما نحنوا بها الكل. تونس كيما انت زاد تحلم بها. انا واحد من الناس كلهم قاعد نعيش فيها، نشوف فيه معناها في الشارع في 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 نابورت في البلاصه معناها. بالنسبه لي انا زاد الراسيزم ما ينجمش يكون لون، ما يقفش على حد اللون. وكيما ما نعرفش انا باش نلخص الحكايه هذه كل في كلمه، معناها اللي عملوا صبري مصباح وحاتم القرني وسون توس كيف كيف، هذيك هي معنى كلمتي حكينا في سون توس كيف كيف. تحية تونس. دونك يلزمنا جوريديك، يلزم القوانين، خاطر توا مثلا كي واحد يلاقريس عبد اخر من طلق تمييز، ما عندناش قوانين واضحه في تونس بالكلمه والا بالفعل اللي هي تنجم تحمي العبد اللي باش يكون عرضه للتمييز العنصري. دونك جو كرو كو زيد هذيا سي تري امبورطون. كي نحكيو على العقليه ما نحكيوش برك على الخزره اللي عندنا في الاخر. مثلا نحب نعطي اكزومبل الاسكلافاج الغي القانون، اما كي نجيو نشوفو مثلا تلقى عبد يخدم عبد تحسب كانه يعامل فيه الاسكلاف نتاعو. ساعات تلقى في الخزرة بين الرجل والمرأة فما نظرية الاسكلافاج، كيف كيف توا إيباريك فما بلايص في الجنوب يقول لك هذاك عبد. هذاك علاش احنا نحبوا كي نحكيو نحبوا نبدلوا العقلية، نقولوا مش كان على القوانين أو مش بالضرورة برك نحبوا نبدلوا خزرة العبد للعبد الآخر. ليه؟ أما احنا توا تونس قاعدة تبني في روحها كيما نقولوا احنا من صغير حرية وهذوما ما نجموش نبنيوهم على مستوى البلاد كان ما نبنيوهمش على مستويات الافراد كيفاش يتعاملوا مع بعضهم. نحب نولي كيفي كي غيري. انا من نمتي في تونس غدوه ما نسمعش لوسيف ولا عتيق ولا شوشين ولا عبيد. انا من نمتي نلقى حق نلقى قانون يحميني نلقى ناس تقف معايا.
نمتي غدوه ما نوخرش ونقول كلمتي وما نخافش. نمتي هي عيله صغيره ملونه كنا فيها كيف كيف والعيله هي بجد كبيره.